في إطار فعاليتها حول الحوار الوطني، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عقبها صالون نقاشي عن تعميق وتوطين الصناعة وكذلك دعم التصدير والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها. تناول الصالون محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات الوطنية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية وكذلك التحديات التي تواجه الصناعة، فضلا عن أهم معوقات أداء الأعمال ومقترحات دعم وتطوير الصناعة ومقترحات النهوض بالصادرات وفرص الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة. يعني جلسة في الحقيقة هائلة جدا، احنا بنتكلم على تعميق التصنيع المحلي والترويج للاستثمار وكيفية ان جعل مصر بيئة خصبة للاستثمار وزيادة الصناعات. تعميق التصنيع المحلي من الاهداف الرئيسية، وفي الحقيقة بيتفق معاه تماما هو موضوع الصادرات وزيادة الصادرات المصرية. مصر بتمر بزمن او بوقت لم يكن في الحقيقة مسبوق، دعم سياسي قوي جدا، دعم الدولة قوي جدا للصناعة، الصناعة بقى عليها تركيز كبير جدا جدا الفترة الأخيرة، كثير جدا من الممكنات، كثير جدا من الحوافز. الصناعة هي قاطرة مش بس التنمية إنما قاطرة حلول البلد دي. النهاردة طرحنا عدد كبير من النقاط اللي ناقشناها، كان أهمها أنا في التوصيات اللي طرحتها أن يجب أن يكون هناك اهتمام بالصناعات الاستراتيجية، والصناعات الاستراتيجية هي أمن قومي مصري ولا يجب حسابها بحسابات المكسب والخسارة القريبة، وإنما هذه الصناعات بيقوم عليها صناعات أخرى وهي اللي بتشيل البلد في كل مشاكلها. اتكلمنا في كل شيء يخص توطين الصناعة من حيث المعوقات، هل هذه المعوقات الموروثة من سنوات ما زالت قائمة كما هي أم لا؟ هل هذه المعوقات تم حل حالتها بسياسات وممارسات وإجراءات تم طرحها في الآونة الأخيرة، أو تم طرحها أو معالجتها كتوصيات من سيادة الرئيس أو من المؤتمر الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي؟ إحنا فين ورايحين على فين؟ إيه اللي ناقصنا؟ إيه اللي محتاجنا؟ المستثمر الأجنبي إزاي نقدر نساعد في جذبه أكثر؟